اوكي، هيبدأ الريكورد. هاي الديسكتوب قدامكم، الباوربوينت وصلنا لعندها is body organized and introduction to homeostasis. طبعا سابقا انتم ماخذين بالبيو اللي اخذ يعني انه شو مستويات التنظيم بالجسم. طبعا راح نعيدها هون يا جماعة، لما بحكي أخذته سابقا أو بالبيو بس مجرد للتذكير، يعني زي هيك هنت يعني أو مساعدة مشان اللي بيحب يشارك اللي بيحب يتذكر إلى آخره. مش معناها الناس اللي مش ماخذة أو التجسير اللي تعادل لهم يعني بحكي أخذتوه، يعني مش رح أعيد المعلومة، بس مجرد تذكير بقول إنه تكرر بالكورس بس اللي بدي إياه، والمطلوب رح أعيده أكيد ورح أرجع أحكي حتى لو الناس مش ماخذة الكورس أو معادل إلهم. المهم نرجع لموضوعنا، الـ levels of organization تبعت الجسم بتكون hierarchy يعني هرمية الشكل، يعني إلها قمة رفيعة وإلها قاعدة عريضة. القمة الرفيعة هي أصغر تنظيم فيها اللي هو الأتومز، القاعدة العريضة هو أكبر إشي فيها اللي هو جسم الكائن الحي كامل. تمام؟ إذا بنبدأ من الصغير الأتومز تعطيني molecules، الأكبر بعدين organelles cells tissues organs organ systems or systems اختصارا نفس الشيء، بعدين بيعطيني الاورجانيزم كامل بالكوميونتي بالمجتمع. يعني مستويات التنظيم اللي كنا هلا ذكرتها قبل شوي هي على مستوى جسم الكائن الحي، بس احنا البيئه الحيويه او الغلاف الحيوي مش بس جسم الكائن الحي كمفرد، في أفراد تانيين من نفس الفصيل، في من فصائل تانية، في من أنواع تانية، في أشياء أخرى. فإذا مستويات التنظيم أوسع، إحنا مبلشينها من أتومز طبعا، هي هون حاط لكم مولكيولز بس هيها أتومز مبلشة مولكيولز، بعدين سيلز تيشوز أورجانز أورجان سيستمز أورجانيزمز لهون ذكرنا. هلأ بعده بيجي عندي population، بعدين community، بعدين ecosystem، بعدين biosphere اللي هو الغلاف الحيوي كامل للكرة الأرضية كاملة. نشوف هون atoms، عندي molecules، then cells، طبعا في هون عندنا organelles، بعدين في عندي tissue، بعدين organ، body system، organism. هلا population ايش هو؟ يعني شوفوا مثلا هذا الالفانت عندنا هون مجموعة elephants، هذا اسمه population يعني من نفس species تبعه. بعدين الأكبر منه التنظيم الأكبر أو المستوى الأكبر الcommunity، في عندنا مثلا هون الفيل، في عندنا غزال، في عندنا أشجار. المستوى الأكبر اللي هو الإيكو سيستم النظام البيئي اللي بتضمن غير الأنيمالز اللي ذكرناهم، في عنا المياه مثلا، في عنا الصحارى. أكبر إشي اللي هو الكرة الأرضية كاملة اسمه بيوسفير، هذا بيشمل كل شيء على الأرض، تحت الأرض، فوق الأرض، بالهواء إلى آخره، فهذا بنسميه بيوسفير. طبعا اللي أخذ كورس علم البيئة أو رح ياخده اللي هو من متطلبات الجامعة بيذكروا في البوبوليشن كوميونتي ايكوسيستم والبيوسفير وبيحكوا عن تعريف كل واحد منهم، طبعا اكيد بالعربي مش بالانجليزي يعني، بس مش موضوعنا نعرفه، انا حكيتهم بشكل عام ايش معنى كل واحد. اذا هون كفيسيولوجي انا بيهمني اشوف البيسك يونت للجسم اللي هي السيلز، واللي هي بتعريفها احنا بنعرف اللي هي ستراكتشر أو basic unit of structure and function. فهدول السب يونتس اللي هم السيلز اللي بتشكل جسم الكائن الحي كامل بأدائها السليم للوظائف تبعتها. السيلز عندنا كأنواع تقريبا 200 نوع بالجسم، بس احنا ما عندنا 200 صنف، يعني ما عندنا 200 اسم نحفظه. ليش؟ لأنه أخذوا كل مجموعة متشابهة بأداء وظائف معينة صنفوها بكلاس، يعني الميتين نوع اختصروا لنا اياهم باربع انواع اللي هو برضو ماخدينها بالبيو بتعرفوها، اللي هي الماسل سيلز، نيرف سيلز، ابيثيليال سيلز، اند كونكتيف سيلز. تمام؟ طبعا الماسل انواع، النيرف انواع، وبقيه الانواع نفس الشيء. فاذا هالميتين نوع اختصرناهم بالكلاسيفيكيشن اللي هو الرباعي اللي ذكرته هلا. أول نوع الماسل سيلز، طبعا كلهم هدول الأنواع الأربعة اللي ذكرتهم
كلهم يعتبروا as specialized cells يعني خلايا متخصصة. شو يعني؟ يعني إلها وظيفتها الخاصة فيها اللي ما بيأديها النوع اللي بعدها، تمام؟ يعني مثلاً المسل سيلز بتنشئ عندي ميكانيكال فورس، فبالتالي هاي الفورس الناتجة بينشأ عنها كوظيفة بالأخير الموفمنت، الحركة، سواء حركة خارجية بالبيئة الخارجية أو سواء حركة أحشاء داخلية بالجسم إلى آخره، المهم حركة عندي. أوكي، الثاني اللي هو النيرف سيلز برضو سبيشالايزد سيل، وظيفتها conduction of electrical signals يعني بتوصل الإشارات أو الإشارات الكهربائية أو السيالات العصبية بنسميها، فبالتالي لأنها بتوصلهم فإذا هي بتعمل عملية control على ال activities of other cells، لأنه هي بتوصلها من وين لوين؟ بتاخذها بتوصلها مثلا كأوامر من جهاز عصبي مركزي للخلايا الثانية، فإذا شو عملت؟ عملت عملية control لل activities. النوع الثالث اللي هو الإبيثيليال سيلز، برضو قلنا specialized، طبعا الوظائف اللي بيأديها هو selective secretion and absorption، لإيش؟ للأيونز وللأورجانيك موليكيولز. هلأ هدول الثلاث أسطر وشوي أنا بقدر أختصرهم بكلمتين فقط، كلمتين بالعدد، اللي هو بيقول لي وين مكان وجودهم الإبيثيليال سيلز. بختصرهم بكلمتين اللي هم بقول covering or lining، يعني إما غطاء أو بطانة. غطاء وين؟ يعني مثلا covering بيغطي لجسم الإنسان شو؟ السكن، الجلد، النوع النسيج فيه طلائي أو الخلايا اللي فيه طلائية، epithelial. بطانة lining وين؟ أي عضو مجوف إله بطانة، يعني إله تجويف داخلي، إذا في بطانة بتبطنه من جوا، فأي عضو بيكون مجوف بطانته هي عبارة عن epithelial cells. أي إشي بيكون شكله tubular يعني على شكل أنابيب، ما هي الأنابيب فيها تجويف داخلي، إذا معناته إلها بطانة، برضو بتكون بطانتها عبارة عن epithelial cells. النوع الأخير connective tissue cells، الفونكشن تبعته من اسم connective ضم، إذا connecting بضم، anchoring بثبت، supporting عملية دعم لكل اللي هو البناء تبع الجسم كامل، هيك اسمه نسيج ضم، يعني بيضم الأنسجة لبعضها البعض مشان ما تفلت من بعضها البعض، فزي كأنه دعامة أو دعم لتراكيب الجسم. طيب هلأ هون إحنا جسم الكائن الحي قبل ما يكتمل النمو تبعه ويعطينا الشكل النهائي لإله بيكون على شكل خلية واحدة، اللي هي يعني بيبدأ على شكل خلية واحدة اللي هي الفيرتيلايزد إيج، أو إلها اسم تاني شو هو؟ زايجوت. صح، زايجوت، صح، fertilized egg or zygote. هلا هاي شو بيصير لها؟ عملية انقسام ونمو عشان تعطيني الأعضاء المختلفة وبالتالي الجسم كامل، تمام؟ إذا نشوف الخلية الواحدة أعطتني خليتين، هون صار لها عملية نمو، هون أعطتني خليتين، هون أعطتني عملية اللي هي الانقسامات، برضو بتكمل بس هون مختصرينها يعني مش معطين بالأعداد الكاملة الصحيحة. المهم إنه من هون لهون شوفوا هذا عبارة عن cell division and growth. هلا بعد الخطوة هاي اللي هون بيصير إشي اسمه cell differentiation، تمايز الخلايا، يعني حتتمايز الخلايا بحيث إنه هاي حتعطيني شكل متخصص، الثانية بتعطيني شكل متخصص غيره، وهكذا. إذا هدول الشكل النهائي للخلايا اللي ذكرناهم الأربع أنواع هاي أسماءهم لتحت، هدول بيصير اسمهم specialized cell types. طبعاً الشكل اللي حاطينه هون هو شكل عام لكل واحدة منهم بس، يعني مش حصري، يعني مش كل الإبيثيليال هيك شكله ولا كل النيرف هيك، ولكن ماخذين الأكثر شيوعاً بحيث إنه أول نظرة بنلقيها عليه بنعرف نقول بنميزه مباشرة إنه هذا إبيثيليال مثلاً، تمام؟ بعد السيلز في عنا تيشوز. هلا تيشوز شو هي؟ مجموعة خلايا بتكون أو بيكون إلها similar properties، خصائص
متشابهة، أداء وظيفة متشابهة بتتجمع تعطيني إشي اسمه تشيو. فإذا بما إنه بقول الخلايا المتشابهة بتعطيني التشيو، إذا معناته ككلاسس تصنيف تبع تشيوز نفس مسمى الخلايا. ما هي الخلايا العضلية المتشابهة هي كعضلية متشابهة، مش هتشابه نوع تاني. فإذا مجموعة الخلايا العضلية بتعطيني نسيج عضلي، مجموعة الخلايا العصبية بتعطيني نسيج عصبي، وهكذا. إذا the classes of tissues برضو نفس مسمى الخلايا: muscle, nerve, epithelial and connective tissue. نيجي هلا لمستوى التنظيم الأعلى اللي هو الأورغانز. الأورغانز عبارة عن مجموعة من التشيوز، طبعا التشيوز مختلفة، فلهيك بنقول هون بالتعريف different types of tissues، تترتب على أشكال أو على patterns أنماط معينة، زي مثلا ممكن تكون على شكل تيوب حسب الأورغان، ممكن layers طبقات، ممكن sheet صفائح etc. مثال على الأورغانز ناخد هون الكيدنز. الكيدنز وحداتها الوظيفية الإخراجية الرئيسية هي النفرون، والنفرونات عبارة عن small tubes أنابيب صغيرة تتكون من single layer. بما إنها tubes وعم بقول single layer وقلنا قبل شوي أي tube بطانته epithelial، إذا معناته نوع خلايا هاي الأنابيب epithelial cells. في عنا بالكدني كمان بالكلية blood vessels، والblood vessels الجدار تبعها في smooth muscle وفي connective tissue. كمان بالكدنس في عندي nerve cell extension، امتدادات من اللي هو الأعصاب أو الخلايا العصبية، زائد في عندي loose network. loose يعني رخو من الconnective tissue. هلا بتقولوا مكرر مش مكرر، شوفوا هذا الconnective tissue اللي هون هو بجدار الوعاء الدموي، بس هون في عنا connective tissue خارج الوعاء الدموي كمان، تمام؟ إذا الكيدني كم نوع من الأنسجة فيها حسب اللي شرحناه هلا؟ أربعة. الأربع أنواع هاي ذكرناهم، هايهم هون في عندي epithelial، في عندي المسل، في عندي الكونكتف، وفي عندي النيرف. أنا طبعا حسب العضو، يعني في أعضاء فيها أربعة أعضاء فيها ثلاث على حسب، بس غالبيتهم بتلاقوا أغلبهم يعني فيهم الأربع أنواع. هلأ structures linked to functions، يعني دايما إحنا structure له علاقة بالوظيفة التركيب. فشوفوا هون حاط لكم الرسمات للخلايا أو للتشيوز زي ما هو حاط لكم هون، وحاط تحتها الوظيفة. هلا أنتم من الوظيفة بتعرفوا إيش النسيج حتى لو مش شايفين الشكل، تمام؟ هلا هذا اللي هون بيقولكم الوظيفة تبعته exchange and protect. إذا هذا شو نوعه نسيج؟ connective epithelial. لا epithelial. تمام، لأنه شو قلنا قبل شوي وين موجود؟ قلنا إما covering or lining. فلما يكون covering إذا أعطاني protection حماية، لما يكون lining منه أو عن طريقه بيتم تبادل المواد exchange بينه مثلا وبين التجويف تبع العضو، مثلا المواد الغذائية بالجهاز الهضمي كمثال، أو تبادل غازات أو غازات، صحيح. الثاني وظيفته connect and support. إذا شو هو هذا النسيج؟ connective tissue. هذا هو connective. صح connective tissue. الثالث وظيفته communication، تواصل. nerve. الأخير movement، إذا هو muscle. muscle. وأي نوع من المسل هذا؟ شكل مين فيهم؟ هما ثلاث أنواع. smooth muscle. صحيح. هلا الفانكشنال يونت قلنا تبعت الكيدني هي النفرون، هذا النفرون هي هون هيو وهون مكبر. بيقول لي هدول الاربع انواع موجودين فيه بالكيدني، الاورجان سمينا عباره عن الكيدني اللي هي هاي. هلا مجموعه الاورجانز شو حتعطيني؟ حتعطيني اورجان سيستم. اذا مجموعه الاعضاء اللي بتادي
إشي بنقول عنه overall function. يعني organ system يعني معروفة، مثلا بقول وظيفة الجهاز التنفسي التنفس أو تبادل الغازات، صح؟ هي وظيفة عامة، فبقول هذا الجهاز أدى وظيفة عامة هي overall function واللي هي عملية التنفس. أوكي؟ طبعا بصفي هو كل عضو له وظيفته، كل عضو بيأدي مهمة، بس احنا بنحكي عن الوظيفة العامة للorgan system. For example على السيستمز معطيني اليورينري سيستم، شو أعضاؤه؟ في عنا two kidneys وفي عنا two ureters. هو مش حاط لي ureters، هو شارح لي اياها او معطيني تعريفهم، اللي هو the tubes leading from the kidney to the urinary bladder. يعني بيقول لي هو الانبوب اللي بيوصل بين الكليه والمثانه، شو هو؟ ما هو اليوريتر. وفي عندي urinary bladder المثانه، وفي عندي الانبوب الصغير اللي بيخرج اليورين للخارج اسمه يوريثرا، برضه مش حاطه هون، حاطينهم على الفيجر بعد شوي، بس شارح لي او معطيني تعريفه اللي هو tube leading from the bladder to the exterior constitute the urinary system. يعني كل هدول بشكل urinary system. شوفهم هون، هذا جسم الكائن الحي اللي هو human being، هذا مكان السيستم، هذا هون مكبر بأعضائه kidneys, ureters, urinary bladder and urethra. هذا كله اسمه organ system اللي هو urinary system. الـ total organism هو الـ human being. هون في عنا table بلخص لي الـ organ system سبعة الجسم: circulatory, respiratory, digestive, urinary, musculoskeletal, immune, nervous, endocrine, reproductive and integumentary اللي هو الـ skin. وذاكر لي شو الميجر اورجانز اور تيشوز اللي بهذا السيستم، وشو البرايمري فانكشنز تبعته للسيستم. هذا انتم اقرؤوه ودرسوه لحالكم، تمام؟ هلا هو ما في إشي جديد، يعني كل اللي ماخذ بيه كله ماخذينه، هذا ملخص. هلا ليه ما بدي احكي؟ لو بدي اخذ كل واحد حياخذ وقت وعلى الفاضي. ليش؟ لانه لقدام بالفيسيولوجي احنا حنمسك جهاز جهاز من هدول وحنشرحه بتفاصيله بأعضائه بوظائفه بالميكانيزمز، تمام؟ لهيك ما بدي إنه بس مجرد تكرار ويضيع وقت المحاضرة بالتكرار. فهذا المختصر والملخص البسيط، ادرسوا أنتو. هلأ وصلنا لعند الـ internal environment and homeostasis. هنحكي عن بيئة الجسم الداخلية وعن الاتزان. هاي الحقيبة أو الباقي اللي قدامكم بتمثل جسم الـ human being. داخلها هي بيئتي الداخلية اللي هي internal environment، خارجها external environment، تمام؟ الـ internal environment هي كل الـ systems تبعت الجسم. هون باخذ لي جزء منهم مش كلهم، يعني ما بيكفي بالرسمه كلها ينحط كل شيء، حيتداخلوا مش حتكون واضحه، فماخذين بعضهم. بالسنتر حاط لكم السيركيوليتوري سيستم، انه بتعرفوا جهاز الدوران والدم بيصل لكل الاعضاء وبيتم تبادل المواد ما بينه وما بين كل الاعضاء والخلايا والانسجه. اوكي، هيك حاطينه بالسنتر. وفي اسهم بينه وبين جميع الاعضاء والاورجان سيستمز. هذا اللي هون digestive system. digestive system إلو two openings للخارج، واحدة لدخول المواد اللي هي food, salts and water، واحدة لإخراج الفضلات اللي هي unabsorbed matter غير الممتصة، تمام؟ respiratory system إلو فتحة واحدة للخارج اللي هي بناخد منها شهيق وبنطلع الزفير، ندخل O2 بنطلع CO2. اليورينري سيستم له فتحة برضو للخارج اللي هي إخراج فقط، بنطلع عن طريقه الأورجانيك ويست برودكتس والسولتس والووتر، يعني منه فضلات بنطلع ومنه عفوا في أشياء زائدة عن حاجة الجسم زي سولتس، زي مثلا الووتر الزائد. هلأ هذا المستطيل اللي هون
برضو بدي اعتبره عبارة عن الانيمال بالداخل internal environment، بالخارج external environment. في عندي هون بالجسم اشي اسمه control systems، هم حاطينه على الحدود، بس هو طبعا بالجسم يعني تابع للجسم مش للبيئة الخارجية. يعني في اشي اسمه control systems. هلأ بداخل اجسامنا يا جماعة في اشياء بنقول عنها متغيرات، زي مثلا درجة الحرارة، زي مثلا ضغط الدم، زي مثلا تراكيز مواد كيميائية، تراكيز أملاح إلى آخره. أوكي؟ هاي بداخل جسمي. وبالبيئة الخارجية في متغيرات، زي برضو مثلا درجة الحرارة تبعت الجو. هلأ درجة الحرارة تبعت الجو بيصير فيها تذبذبات بشكل كبير، يعني شوفوا هذا السهم، ارتفاعا أو انخفاضا بيصير عندي large external fluctuations. fluctuations تذبذبات، يعني الحرارة ممكن ترتفع توصل 50 درجة والحرارة ممكن تنخفض توصل minus 10 10 تحت الصفر. طب هذا فرق شاسع بينهم، إذا تذبذبات بشكل كبير. طيب داخل جسمي أخذ نفس المثال، درجة حرارة الجسم الداخلية 37. هلأ ممكن يصير فيها fluctuations، تذبذبات، ترتفع وتنخفض ولكن بشكل بسيط. فبنقول في عندي small internal fluctuations، ارتفاعا وانخفاضا. ليش هون small مش زي البرة؟ لأنه بالجسم عندي شيء اسمه control systems. مجرد ما ارتفعت مثلا الحرارة عن الحد الطبيعي اشتغلت، تنبه عندي الكنترول سيستم، اشتغل مشان يرجع يخفض لي اياها ويرجعها لوضعها الطبيعي. تمام. هلا هدول زي درجه الحراره والضغط والمواد الكيميائيه اللي بداخل الجسم اللي قلت لكم عنهم اسمهم متغيرات. ليش؟ لانه قلنا قابلين انه يرتفعوا شوي وينخفضوا شوي، مش بشكل كبير. تمام. المهم بيصير عندي إيش الهدف؟ إنه بتشتغل عندي كل الأعضاء زي ما ذكرنا المرة الماضية بشكل متناسق cooperatively لحتى الكائن الحي يعيش ويكون بصحة. مدام أدى وظائفه بشكل صحيح وما تغيرت الأشياء بجسمه بشكل مرضي، إذن معناته سليم هذا اللي هو مثلا human being وعايش بالبيئة اللي موجود فيها. هاي يعني حكيتها هلا قبل شوي انه الهدف او الافكت من الاكتيفيتيز تبعت كل الاورجانز انه يكون ببيئه جسمي الداخليه بيئه مناسبه لحتى الخلايا تشتغل وتؤدي الوظيفه تبعتها، لحتى تقدر سيرفايف تعيش، مش بس تعيش انه تؤدي وظيفتها مشان يكون الكائن الحي نقول صحي، يعني جسمه سليم صحيا. بداخل الجسم ما يحيط بالخلايا هو الانترنال انفايرومنت تبعتي، مش بقول بيئة جسمي الداخلية، إذا هو داخل الجسم ولكن هو محيط بالخلايا، واللي محيط بالخلايا سائل. فلهيك الانترنال انفايرومنت لما أقول بيئة داخلية هي نفسها لما أقول extra cellular fluid. extra cellular حرفيا literally معناه fluid outside the cells، سائل خارج الخلايا. تمام. لانه حوالين الخليه. فنفس الشيء انه بقول extra cellular fluid هو نفسه البوديز internal environment. هلا نيجي للهوميوستاسيس. الهوميوستاسيس قلنا وبنعيد انه بحافظ فيه على الانترنال انفايرومنت بحيث انها تضل ايش، انتبهوا، ريلاتيفلي كونستانت، ريلاتيفلي بشكل نسبي، كونستانت ثابت، يعني بقول بتضل عندي الانترنال انفايرومنت ثابته بشكل نسبي. كيف يعني؟ ما احنا قلنا قبل شوي هاي الاشياء اللي بداخل جسمي اسمها فاريبلز، متغيرات.
زي الحرارة، الضغط، نسبة مواد كيميائية. فلهيك بتشوفوا بعض المواد الكيميائية بنقول من النورمال رينج لإلها الطبيعي من إلى، من إلى، مش نقطة ثابتة. فإذا هم فعليا قابلين إنه يرتفعوا شوي وقابلين إنه ينخفضوا شوي، فلهيك بقول عنهم متغيرات، ولكن جسمي بيحافظ عليهم ضمن رينج محدد ما بيتجاوزوا لا بارتفاع ولا بانخفاض. فلهيك بقول ثابتين نسبيا، relatively constant. فالنشاطات كلها تبعت أنسجتي وخلايا وأعضائي بتكون إيش؟ regulated، منظمة مش عشوائية، وبتكون integrated with each other، يعني بتكاملوا بأداء الوظيفة أو الوظائف زي ما حكينا سابقا، بحيث إنه أي تغيير بيحدث عندي بالإكسترا سيلولر فلويد بناء على التغيير الطفيف هذا ببلش عندي رياكشن بالجسم مشان يعمل عملية مينيمايزيشن للتشينج، يعني يخفف من مقدار التغير. يعني مثلا درجة الحرارة لو ارتفعت أعشار ما بيخليها توصل درجتين ارتفاعا بعدين يشتغل، لا، مباشرة بيصير رد فعل بحيث انه امنع التغير للزيادة، اخلي احافظ عليه بس اعشار الى حين ارجاعه للرقم الطبيعي الصحيح بالنسبة لحرارة الجسم كإكزامبل. اذا الكنترول سيستمز اللي هم اسمهم نفسهم هوميوستاتيك كنترول سيستمز عبارة عن كولكشن من البادي كومبوننتس، مجموعة من مكونات الجسم بتأدي الوظيفة لحتى إيش؟ لحتى تحافظ زي ما قلنا على الـ internal environment relatively constant. كيف؟ عن طريق أدائها للوظائف اعتماداً على بعض الخصائص اللي هي physical or chemical. تمام؟ لأنه إذا تتذكروا بأول محاضرة حكينا إنه الفسيولوجي أساسه بيعتمد على physical and chemical laws. صحيح، هذا التابل فقط للإطلاع. هذا مثلا بتروحوا على مختبر تكونوا صايمين بتعملوا بعض الفحوصات من ضمنهم المجرمات pH، بيكربونات، صوديوم، كالسيوم، مثلا عندك الليبيد، بروتين، الجلوكوز، وكل واحد منهم إله normal range. شوفوا من إلى، من إلى، لأنه قلنا عنهم هم variables، متغيرات، فلهيك الطبيعي تبعهم من إلى مش نقطة ثابتة واحدة. تمام؟ يعني مثلا الجلوكوز اللي كلكم عارفينه مثلا بنقول يعني هون حاط لكم من 75 ل 110، يعني هم غالبا بيقولوا من 70 ل 110، نفس الشيء مش فرق هالخمسة، يعني بنقول هذا النورمال رينج لإله. فجسمي أثناء الصيام المفروض يحافظ عليه من 70 ل 110 لا أكثر ولا أقل، وإلا بيصير إشي أبنورمال. تمام؟ هاي وحدة القياس ملي إكويفيلنت بير الليتر، وهي مساوية للملي نورمال. فقط قلنا هاي لكم للإطلاع. إذن زي ما ذكرنا سابقا إنه الفسيولوجي يعتبر واسع. ليش؟ لأنه قلنا في إنتجريشن ما بين الأعضاء وما بين الأفنتس أو الأكتيفيتيز اللي بتتم بالجسم لحتى يصير تكامل بأداء الوظيفة بالنهاية لحتى تشتغل السيستمز بالجسم بشكله الصحيح. إذا هدفي أو الإشي الكومون بالفسيولوجيكال بروسيسز اللي بتحدث إنه يكون في سيرفايفل للخلية وللكائن الحي بالتالي. تمام؟ شوفوا في عنا هون إكزامبل إنه كيف شو بيصير لو تغير إشي معين عنا بالجسم، كيف حتشتغل الكنترول سيستمز وكيف حيرجع الوضع لوضعه الطبيعي. يعني فرضا بيقول لي صار عندك ديكريز بالاكسجين كونسنتريشن بالبلاد، قلت نسبة الاكسجين بالدم، الجسم هون شو لازم يعمل؟ يرجع مستوى الاكسجين للحالة الطبيعية. صح، يعني يرجعه يرفعه وصولا للحد الطبيعي. تمام؟ طيب اذا شو حيشتغل بالجسم؟ شوفوا بالبدايه اول شيء حيشتغل النيرفس سيستم. النيرفس سيستم بالبدايه بده يعمل ديتكشن للتشينج، يعني انا حدث تغيير فبدي إشي ينبه الجسم، يقول لجسمي
انه والله هي صار عندك نقص بالاكسجين، صار عندك زياده بالاكسجين، صار عندك نقص بالسكر، صار عندك زياده بالسكر. فبدي إشي يعمل ديتكشن للتشينج. اللي حيعمل ديتكشن هون بالاكزامبل تبعنا هو النيرفس سيستم، حكى لجسمي انه في عندك تغيير صار بمستوى الاكسجين انه قل. شو رح يعمل هذا النيرفس سيستم؟ حيزيد عنده الاوتبوت، يعني حيطلع تعليمات منه تروح للاماكن اللي بدها تزيد لي التنفس. ما انا الاكسجين من وين بدي اجيبه؟ ما هو من الهواء من برا. اذا النيرفس سيستم بعد ما عمل ديتكشن زاد التعليمات اللي عم تطلع منه الاوتبوتس للاماكن اللي بدها تزيد لي التنفس، اللي هم السكيليتال ماسلز اللي مسؤوله عن البريذنج موفمنتس، زي العضلات اللي بين الاضلاع اللي بتشكل اللي بالقفص الصدري، زي مثلا عضله الحجاب الحاجز، ما هي هاي كلها بتساعد على توسع القفص الصدري وتضيقه، يعني الشهيق والزفير. النتيجه زدت من عمليات التنفس، يعني زدت من البريذنج موفمنتس، فبالتالي زاد التنفس، زاد اخذي للاكسجين، فزاد عندي الاكسجين ابتيك. لما زدت اخذ الاكسجين اذا رجعت رفعته بالدم. اوكي دكتورة، مثل لما الواحد يكون عم يركض فبتقل نسبة الأكسجين عنده فبيصير يلهث، مشان يعني هلا ما يلهث ثانية بتزيد حركة الشهيق والزفير مشان نعم. ياخد أكسجين أكتر. صح، مشان ياخد أكسجين أكتر. هلا بحالة الرياضة وهداك هاد، لأنه بنحتاج إحنا بنحتاج أكسجين أكتر بالعضلات مشان يتم إنتاج طاقة. بصير دكتورة إيش اسمه فرمنتيشن هاي بحال إعياء العضلات أنت عم تحكي، في حال الأشخاص الرياضيين إنه حد قلت فيرمنتيشن. فيرمنتيشن تمام، بس إحنا لا، الرياضيين والناس العاديين حتى بالتمارين الرياضية في عنا ثلاث مصادر لإنتاج الطاقة مش واحدة، بنتركها لوقتها لما نحكي عن ماسكولار سيستم. تمام دكتورة. طيب هلأ شوفوا الأكتيفيتز، نشاطات الخلوية لكل خلية مفردة بالجسم تقع ضمن two categories، يعني كل خلية من خلاياي تؤدي وظيفة تقع ضمن هدول two categories، الفئتين هدول. الفئة الأولى بنقول عنهم fundamental basic cellular processes، عمليات أو وظائف أساسية basic، يعني كل خلية من خلايا جسمي بتعملها بغض النظر عن نوع الخلية وبغض النظر عن مكان الخلية تعمل هاي الوظائف. زي إيش؟ movement of materials across its membrane، تبادل المواد، احنا نتبادل ما بين داخل وخارج الخلية، هذا كل الخلايا بتعمله. extraction of energy، انتاج الطاقة، ما كل خلايا بتنتج طاقة. protein synthesis، كل خلية تنشئ بروتين وتبني بروتين بداخلها. إذا بغض النظر عن نوع الخلية تعمل هاي الوظائف كلهم بدون استثناء، فلهيك بعتبرهم هدول الوظائف أو العمليات المينيمال ريكويرمنت، يعني المتطلبات الدنيا، الحد الأدنى من المتطلبات لحتى يحافظ لي على حياة الخلية وحياة الكائن الحي. مش بس هدول، في عنا الكاتيجوري الثاني اللي هو بنسميه أو بنقول عنه specialized activities، متخصص. أصلاً يا جماعة قبل شوي مش صنفنا الخلايا بناء على التخصص تبعها وقلنا هدول اسمهم specialized cells، متخصصات بشو؟ ما كل واحدة منهم تخصصت بأداء وظيفة خاصة فيها. إذن هدول خاصة بنوع الخلايا، يعني وظيفة الخلايا العضلية movement، الخلايا العصبية بتعمل movement؟ لا. وظيفة مثلا خلينا نقول العصبي، مش قلنا communication؟ الخلايا الثانية بتعمل communication وبتوصل سيال عصبي؟ لا طبعا. فإذا بتصفي هدول الـ specialized activities خاصة بكل نوع من أنواع الخلية. تمام؟ إذا مختصر، الخلايا تقوم بنوعين من الاكتيفيتيز،
النوع الأول اسمه Fundamental Basic Cellular Processes، وهي كل أنواع الخلايا بلا استثناء بتعملهم أو بتقوم فيهم. والنوع الثاني اسمه Specialized Activities، متخصص حسب نوع الخلية، هي وظيفة خاصة يعني. أوكي؟ وبنوقف لهون. أي سؤال على محاضرة اليوم؟ طيب إذا نعمل stop the record وآخذ الحضور والغياب.